السنة اللي فاتت خدمتي يعني أو اشتغلتي مسعودة وأفكارها السوداء، شنو أضاف لك هذا العمل؟ طبعا خلينا نوضح لك حاجه، انا مسعوده وافكارها سوداء ما خدمتهاش كلها، ف يعني صارت لي ظروف نعتبر شاركت في بعض المشاهد وروحت ما يعني كنت كملتهاش ضيفة كلها، كنت ضيفه. كويس. بس الفكره حلوه، هي لان هي مسعوده اول مره يعني في مسلسل ليبي كل بنات، فهمت؟ يعني زي ما تقول قصة بنات بأختهم ضحت، هي ممكن اللي يتفرجوا على هلبة في اللي يضحك في، لكن هي القصة إن إحنا عايشينها في واقعنا، في بنت كبيرة تدبر على أخوتها. كويس، انت انسحبتي أوكي، من يعني ما شاركتيش فيه صارت كله، لي ظروف فانسحبت فيه. ما شنو الاسباب؟ عادي، والله عادي. عمل ليبيا احنا كله، والعمل احنا ما نشوفوش فيه يعني اكتريته كله في الواقع اللي يحصل زي ما انت ذكرتي، أكيد. لكن انت قلتي فيه ظروف. أنا اللي صارت لي مش من تمام، شنو هي الظروف اللي الطاقم صارت العام، لك انت؟ والله عادي ظروف خاصة صارت لي فطلعت ما كملتش زي عادي مش لازم. عادي يعني، انا اعرفك انسانه صريحه، وانا حتى أكيد لما قلت والله بنجيب، حسيت بنقول لك انا لا. لما قلت بنجيب ليلى ناصر قالوا لي عادي جيبها ليلى تتكلم بصراحه وعادي، يعني ما شفتش صراحه حاليا، ممكن اهربتي من قد السؤال قلت لي ستوب، لكن تو نشوفها عادي، يعني شنو الاسباب؟ والله الأسباب إن إحنا تأخرنا في التصوير، يعني كان المفروض يكون 15 يوم قعدنا 22 يوم، وأنا طبعا يعني إبراهيم جيت تقول لي أنت ليلى نبيك 3 أيام تصوير، فأنا عندي ظروفي وعندي ناسي، فأنا أكيد زي تقول فضي روحي ل3 أيام هذو، فأنت لو بتزيد 4 أيام ولا 5 يوم حيصير في اختلاف بيني وبينك، فهذا الاختلاف اللي صار إني أنا قعدت 22 يوم تصوير وانا جاي على 15 يوم وعطل التصوير وما زال بكي فانسحبت. تمام، يعني ممكن هو حيكون فيه مسعودة وأفكارها السوداء، ممكن جزء جزء ثاني مش للسنة، يعني ممكن، اكيد اكيد أكيد في جزء ثاني ان شاء الله، حنشوفوك فيه أو لا؟ والله ممكن ان شاء الله، ما زال ما في شيء معناها تو في ايدي، لكن ان شاء الله. تمام. يا جلال، أوكي، لما ينعرض عليك عمل، عمل لما ينعرض عليك يهمك الدور ولا المقابل المادي فقط؟ الزوز اكيد اكيد الزوز اكيد، انا نبي نبان في دور حلو في شخصيه مهمه في المسلسل، وفي نفس الوقت يكون المبلغ المالي قداش. أما أكثر جانب تشوفي له صراحة؟ لا مش أما أكثر جانب، أكيد الدور بتاعي أنا أكيد أكثر من الجانب المالي، يعني عامل شخصية أكثر كويس، من الجانب المالي. يعني تقدر تجاوبي بصراحة، ولو نسألك عمل اشتغلتي وندمتي انك انت اشتغلتي ومع من كان؟ اندمت اني اشتغلته ما فيش، بس انت كنت تتهدرز على الفلوس وعامل المالي، فانا حسابك بتقول لي العمل اللي خدمتيه ما خلصوكش وانت تو متكنط يعني. اوكي، عادي ممكن صح. نضيفوه هيك. ايه اكيد، احنا والله اشتغلنا ليبي ليبي وما خلصوناش لتوا، بس هو كان عمل حلو وكنت معي زملاء حتى هم قصدي مثلوا معي، وكان عمل حلو لكن لتوا ما زال ما خلصناش، فانا ندمت اني مثلته، بس فيش عمل اني مثلته وقلت يا ريتني ما مثلته، لا. كويس، أعلى أجر قضيتيه كم؟ أعلى أجر 7. 7، كويس. اعتراض أو شخص مثال اعترض طريقك أو واجهاتك أنت صعوبات، نقول يعني حلت دون تقييمك، دون تقديمك أنت في الأعمال أو في التمثيل؟ والله الاشياء هذه اللي قاعده لتو نتعرض فيها، فنبي نحكي لك موقف. انا الفتره اللي فاتت يعني هلبا يسالوا عليا مخرجين، في اللي يقول ما عادش تبي تمثل، وفي اللي يقول لا ليلى ما تبيش تمثل، فهذا الوسط الفني موجود فيه الشيء هذا ديما يعني. اكيد. وممكن انا ما نعرفش انت سؤال شنو اكثر صعوبات واجهاتك انت في الوسط الفني؟ والله الحمد لله. نقوله مثلا احنا مشكله لا واجهاتك في لا الوسط. لا الحمد لله، أنا وسط الفني ما فيش مشاكل، وبالعكس وقصدي ما عنديش أي مشكلة مع أي فنان ولا أي كاتب ولا أي مخرج، ولا بالعكس. لا هل انصفك الوسط الفني ولا فيه ممكن نقوله فكرة أو فيه مهنة أخرى أو كيف يعني؟ كيف ما يعني فهمت؟ أنت هل انصفك الوسط الفني هذا بشكل نقوله بشكل عام، ولا لا فيه مثلاً لا، انا معناها زي ما فهمتك ما قصدي ما خدتش حقي في الوسط الفني. لا شنو الاسباب يعني؟ علاش ما نشوفوش مثلا ليلى ناصر في بطولة مسلسل كبير؟ حلو
بقى كبطوله واخده بطوله، انا واخده بطولات، واخده قريب 4 أو 5 بطولات. بس انت تو ابراهيم تقول ليلى، هل بتقول لهم ليلى الفنانه ليلى ناصر؟ يقول لك مني ما نعرفهاش، ولو اني تفتح انت الفيس، تفتح يعني التويتر، تفتح اي حاجه تلقى تكتب اي فنانه ممكن دايره مسلسل واحد تلقاها على اليوتيوب نازله، وتلقى عندها اعمال ومديرين معها قلبه لقاءات. فهمتني شو نقصد؟ لكن انا لا، ما نعرفش. علاش ديما مختفي على الانظار انت مثلا في لقاءات؟ لو احنا بنجو نشوفوا ممكن ليلى ناصر كم لقاء من مسيرتها الفنيه ممكن ينعدوا على صابع. حلو، ينعدوا على هذا صابع. سؤال. السؤال الثاني انك انت ديما ما عندكش تواصل. ممكن في جمهور يحب ليلى ناصر، ولكن ليلى ناصر مش متواصله مع جمهورها بتاتا. يعني كسوشيال ميديا صفحه ليلى ناصر ممكن لما تنزل بوست او تنزل اي شيء ممكن 10 لايك وخمسة تعليقات ممكن من اصحابه او من العائله. شن صح. السبب؟ والله ما فيش اسباب. هي ممكن بداية السؤال الاول انك انت علاش دائما مختفي على الانظار؟ علاش مختفي على الانظار؟ انا طبعا شو بنقول لك ابراهيم، زي انت اليوم اتصلت بي بدات في لقاءات وهيك، بالعكس انا بنرد في حد اللي يتصل بي ويقول لي عندك خدمه او عندك عمل، بالعكس نمشي، ويعني نحب اني ما بيش نقول لك ننشهر، لكن بالعكس نحب نمشي لابراهيم ندير معاه لقاء، نحب نمثل مع فلان، نحب. فهذا ما فيش حد جاي قال لي الو ليلى بدير معك لقاء، قلت لا.